السلام عليكم متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بخير. اليوم أمطار رعدية شديدة على بعض من الولايات الجزائرية، نعرفهم مع بعض، لكن لا تنسوا الاشتراك واللايك والشير والبرتاج للفيديو. حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الوسطى والغربية بداية من أمسية اليوم، وأكدت ذات المصالح عن تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 6 بعد زوال اليوم، لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأحد على ولاية تلمسان وسيدي بالعباس ومعسكر وسعيدة والبيض وغلزان وتيارت والأغواط والشلف وخنشلة وبتنة. كما نبهت أيضا من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 6 من مساء اليوم، لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأحد على ولايات الجلفة وعين الدلفي والمدية وتبازة والجزائر العاصمة والبليدة بومرداس والبيرة. اللهم اجعله صيبا نافعا ان شاء الله، ولا تنسوا الاشتراك واللايك والشير للفيديو، وناخذ الحيطة والحذر.